السلام عليكم، مرحبا بكم مع سيدة كويزين. اليوم راح ندير معكم لا كونفيتور تاع عين بقرة او تاع البرقوق. راح نحتاج كمقادير كيلو من البرقوق، رطل سكر، وعصير حبة قرص. وش راح ندير؟ اول حاجة راح نبقي هذا البرقوق تاعي، نبقيه كامل ونزيد له الكمية تاع السكر. بعد لي نقيت العين بقرة تاعي كامل، نزيد لها الكمية تاع السكر، نعصر عليها الحبة تاع القرص. نخلط مليح كلش مع بعض، ومن بعد نغطي لاكوكوط تاعي ونخليه حتى لغدوة الصباح. انا مكاني في الليل، حتى الصباح ونطيب لاكونفيتور تاعي. خليت عين بقرة تاعي مع الكمية تاع السكر ليلة كاملة، كيما راكم تشوفوا تلقاوها هكا، تلقاوها معمرة بالسوائل. هنا نحطها على النار، النار تكون قوية، نبقى هكا نخلط، منبعدش عليها حتى نطيب لها الكونفيتور تاعها. هنا بعد 20 دقيقة لا كونفيتور تاعي وجدت، نطفي عليها النار، نطفي عليها النار وديراكتومون نعمر البلارات تاعي. تكوني وجدتي البلارة المعقمة، نقلبوها بالطريقة هذه كيما موالفين، نخليوها ساعتين ولا نخليوها، مهم نخليها حتى تبرد، ومن بعد تحطها في الفريجيدار وتكون لا كونفيتور تاعك واجده. خليت انا لا كونفيتور تاعي ربع ساعات حتى برد مليح، دركا نحطو في الفريجيدار. هذا هو المربى اللي درتو اليوم معاكم، مربى البرقوق او الكونفيتور تاع العين بقرة. انا خليتهم هكا دي مورسو، نتوما اذا بغيتوه يكون ملحي تقدروا تفوتوه في الميكسور كيما تاخذوا. من الاول تخيروا حبات على البرقوق يكونوا طيبين مليح، من بعد كي طيبوه مع السخانه تاع السكر يذوبوا وحده. اذا عجبتكم لغسات كيما دائما نقولكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، وما تنساوش تضغطوا على الجرس، وتاكلوه بالصحه والهنا.